لكن الست بطولات دول هيكونوا في تاريخ دكتور سامح حمدي، هيتكتبوا في التاريخ. فكل الناس مستنيه ايه المرحله في 6 شهور دول عشان نقدر نوصل بالبطولات دي الى مكاسب هذه البطولات. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا لسبب بسيط قوي. احنا ان شاء الله كمجلس اداره هنتابع الست منتخبات اللي انا قلت لحضرتك عليهم دول. هايل. منتخب منتخب الهيكل بتاعهم كله كويس، سواء اداري او فني او تدريبي او او او، وهنوفر لهم كل الامكانيات اللي هي بيها نقدر نكسب البطولات دي. وبالتالي يبقى لازم الاختيارات تتعادل الاختيارات. لابد من اعاده الاختيارات الاجهزه بتاعه المنتخبات دي، لان انا داخل على اجهزه اوكي موجوده، فيبقى انا هعيد تقييمهم. طبعا الناجح فيهم او اللي موجود فيهم او الكفاءه اللي موجود فيهم محدش هيقرب منه خالص، لكن انا عندي كفاءات بره الخيارات دي فلازم تدخل. والكفاءات دي لها نتائج سابقه فلازم تدخل. بس معلش يعني اللجنه المؤقته مش هيبقى دورها النقطه دي، هيبقى دورها المدير الفني للاتحاد. المدير الفني للاتحاد هيبقى هو المسؤول عن اختيار المدربين واختيار اللاعبين برضو الموجودين على التصفيات يعني وحاجات زي كده. فبالتالي احنا مهمتنا ندفع ونساعد اي خيارات واي حاجات صح تتحط صح، وبعيدا عن اي انتماءات واي سوري يعني معلش اي وسطات. عجبني جدا الكلمه حضرتك قلتها، اختصاصات. حضرتك مع تدي اختصاصات للناس، مفيش كلام، وتتابع كمجلس اداره. في مجالس اداره دايما بيحبوا يحطوا ايديهم تحت. مع مجلس اداره مع حضرتك هيدي اختصاصات ويسيب ويحاسب بعد كده. عايز اقول لحضرتك برضو مجلس اداره عندنا يعني عشان برضو الناس تفهم، عايزين نعرفها دكتور كله قوي. هم في الباشمهندس ايمن غزلان كويس من النادي الاهلي كويس، الدكتوره ناديه رشوان. مش عايزين بقى نوادي، عايزين بقى لا هقول لك ليه، لان الدكتوره ناديه رشوان عامل مؤثر جدا، لان هي قيمه علميه، هي لعبة منتخب مصر، هي مدربة منتخب مصر سيدات، هي معاها دكتوراه في الفولي، وهي أستاذة في كلية التربية الرياضية اسكندرية. فدي يعني هتبقى الاختصاص العلمي بتاعها هو اللي هيفيدنا يعني جامد يعني. وبعدين معانا سامي إبراهيم برضو بيعمل دكتوراه في الفولي، وعندنا إيهاب عزمي من الزمالك، وهو شخصية يعني ما شاء الله كان في منطقة الجيزة قبل كده، وليه إنجازات وليه فكر عالي جدا. واخيرا المستشار احمد البنا، وانا بصراحه شرفت بتعرفي عليه، لان فعلا الناس دي قيمه وافكارها ما شاء الله يعني، والحمد لله ان احنا مجموعه متعالفه.